لعصامي بن راسو منصف، لا لاعبين لا مكتب مسير، فريق اللي في ظرف سنوات قليله قدر يخلق المفاجاه اللي ما داروهاش فرق اقدم واعرق منه. هذه السنه هو كيعيش تجربه جديده تطبعها الاحترافيه لا في التسيير لا في التدريب وفي العمل. هذه السنه تم ضخ دماء جديده اللي نتمناو انها تعطي الاضافه المرجوه منها، وما نقدروا غير اننا نتمناو له التالق والنجاح. وحنا فريق لوكوس قصر كبير كره السله مقلدين ومساندين غير بحكم القرب الجغرافي للمدينه، وكذلك الصداقه والاخوه اللي كتجمعنا باللاعبين والمكتب والمدربين والاطر التقنيه الفريق، وهذا ما كان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا تنحيي حضور كريم هذه الندوه هذه اللي صراحه هي إشارة قوية على أن كرة السلة، والدليل هو أن هناك تواجد ثلاثة ديال الفرق، وهذه الفرق هذه اللي كاملة كتسعى أنها تنمي كرة السلة وتدفع عجلة كرة السلة نحو الأمام. مدينة عرائش هي مدينة دائما معروفة بكرة السلة منذ يعني سنوات طوال، فعد بن محمد اللي جاور الجيش الملكي وعهد الطنجاوي وحمادة وأسماء أخرى. والحمد لله اليوم كنا كنشوف واحد الصحوة اللي يقولوها فريق لكسوس العرائش اللي استطاع أنه في ثلاث سنوات الأخيرة يتسلق الدرجات درجة كثير الدرجة من قسم الوطني الثالث للثاني للثاني من قسم الوطني الأول، والحمد لله النتائج ديالو ولا يعني الطاقات الشابة اللي تملكها قدرت أنها تبصم البصمة ديالها داخل خريطة كرة السلة الوطنية، وهذه واحد النقطة إيجابية بالنسبة لكرة السلة العائشية ولا الشمالية. وكنتمناو التوفيق صراحة، كنتمناو التوفيق من أعماق القلب لهذا الفريق هذا اللي كيضم واحد مجموعة الكفاءات واللي كيضم واحد مجموعة ديال المواهب، واللي صراحة كيبقى على رأسهم حاليا اللاعب فتحي محمد اللي كان سفير لكرة السلة العائشية وحاول انه يلعب بطنجة ويلعب بالشاون وكيعطي واحد يعني قيمة مضافة لهذا الفريق هذا، واللي كنتمناو له انه يعرف واحد الاستمرارية ويعرف واحد التوهج أكثر، ولما لا التحاق بقافلة الفرق اللي في القسم الممتاز. ولكن كنتأسفوا كامل الأسف على أن مدينة العرائش هي المدينة الوحيدة اللي باقا ما تدشتش فيها قاعة مغطاة باش انها تقلل المعاناه ديال هذا الفريق هذه وفرق اخرى والفئات العمريه الصغيره اللي كانت هي كتحلم انها تكون هناك فريق يعني قاعه مدينه العرائش، وكذلك انهم باش ما يبقاوش يتكبدوا على السفر ويلعبوا خارج الميدان ديالهم، يعني واخا مدينه القصر الكبير هي مدينه قرب العرائش ولكن كيبقى الجمهور كيبقى السلطات كيبقى المنتخبون كيبقاو اللاعبين كذلك متحفزين اكثر، ولا المكتب المسير الطموح انه يشوف فريق كيلعب وسط الجماهير ديالو وكيمثل ديتو وسط المدينه ديالو. كنتمناو التوفيق لهذا الفريق، كنتمناو له مسيره موفقه، وكنتمناو له التوهج اكثر، وكنتمناو انه يتفتحوا حداه البيبان باش ان شاء الله يعرف يعني يكمل الاستمراريه على صعيد النتائج وعلى صعيد التألق ديالو وحق موفق الجميع. السلام عليكم، محمد القادمي رئيس مجلس الإدارة. نتمنى لكم على فريق الجمهور لكسوس العرائش بالنسبة لي هو من فرق من أعفار. والذين أعتبرهم مناضلين في هذا المجال نظرا لغياب شروط الممارسة السليمة لهذا النوع الرياضي. فمدينة عرائش كان بإمكانها أن تتبوأ مكانة مرموقة في خريطة كرة السلة الوطنية لو توفرت لها الظروف لذلك، وخاصة التوفر على قاعة مغطاة. وكم يحدث فينا ذلك، وخاصة حينما نرى أن بعض المدن الصغيرة تتوفر على قاعة مغطاة ومدينة بحجم العرائش لا تتوفر عليها. سلة احنا كنتمناو اللعبة تبقى في المدينة نظرا لبزاف المشاكل اللي عاملنا هذه اللعبه تايبه بين بالنسبه لمدينه العرائش هي رياضيه وكذلك يعني محبين هذه الرياضه. فصراحه نهار ما نوكل تحيه لهذه
أعضاء المكتب ديال ليكسوس العرائش وعلى رأسهم السيد قائس مصطفى الجباري وباقي من الناس ديال أعضاء المكتب اللي هما ناس يعني كانوا كيشتغلوا وكيضحيوا الرياضي ما كيواكبوش واحد الدعم. هو النادي اللي كاين دابا حاليا في المدينه اللي عرفنا عليه بانه فات الادوار 3 ديفيزيون 2 ديفيزيون حاليا دابا راه